العينيات اللي في الشارع. اللي عملناها عشان المعتقلي كانت بتلقى درجة من القبول غير حاجات ماشي، يعني الناس برضو اللي في الشارع كده مدركة ان ده ظلم، ومدركة انه يعني كلام الكبير ده بتاع على صوت يعني على صوت المعركة والكلام ده ما ينفعش يتقال للواقع عليه ظلم مباشر. حاجة غريبة جدا من ضمن التهم الموجهة لشباب مسجد الفتح او معتقل المسجد الفتح اللي هم 496 واحد، قتل 210 متظاهر من مؤيدي دكتور محمد مرسي، وهم مقبوض عليهم على اساس انهم من مؤيدي برضو ايه دكتور محمد مرسي. يعني زوجي خرج من المعتقل، يعني كان في قاضي كده افرج عن 82 واحد من معتقل مسجد الفتح، وبعد كده الباقي لسه موجودين الى الان. يعني بقول ان حاجة غريبة جدا كنا بنسمعها من العرض على القضية الفتح، يعني بعد ما تم بداية العرض اول مرة تحصل جلسة محاكمة يتنحى القاضي لاستشعار الحرج، قال له طبعا ملابسه كده وبقى يكب عليه مية، كل ما يغمى عليه يكب عليه مية ساعة. وبعد كده اخر يوم علقوه تقريبا من ايديه، لان انا كنت قاعده معاه حتى فاكره ان كان دايما يمسك ايديه كده، فبقول له في ايه ابراهيم وكده، يقول لي لا مفيش حاجه. بعد ما رحت له انا وصديقه ليا طبيبه يعني نكلمه على انه يخلي الاضراب جزئي وكده، حكى لها بقى ان هو بعد ما يتعذب 20 يوم عمره ما هيفك الاضراب الثاني ده خالص، وما فيش اي رقابه ما فيش اي حاجه عمليه، يعني فعلا هو انهيار.